عند القطاع ده هات ساعات بيعني عليهم سيف سالب أربعة يشير يساوي عشرة. ما أعتقدش ممكن ترين تقول لك إنها بي ولو خلاك هاي دي اللي الدكتور هيديها لكم هاي دي اللي في الامتحان. لأن هي دي يعني دي شاملة كل حاجة. ما بقاش الله يحب ماشي بقول لك يوز فولتس ام 20 10 9 من 10 جيري نيوتن. ماشي اول حاجه انت بتحتاج تجيب الخصائص بتاع القطاع ده اول حاجه البروبرتيز اوف سيكشن بس القطاع ليش بتاعته 40 سنتي عرض بتاع رقم من رقم عندك ده 18 سنتي زوم سبيت 1.35 يوزك دي اكس طبعا قلت صامونا واربعة كمان انت اول حاجه بتبتدي تجيبها احنا نحل ده بطريقتين طريقه الابروكسيميت طريقه الاكسات تمام. طيب اول حاجه نحلها بطريقه الابروكسيميت ماشي تجي اول حاجه يبقى ايه يجيب لي السرير ايش اللي صمم عليه يعني صمم على ان كيو ماشي ان بتساوي سالب 4 طن والشير بيساوي 10 طن لكن محتاج اجيب الام اكس يبقى الـ mx maximum هتساوي zx في الـ fl الأول لو ما اعتبرش fl الأول معينة هتضعط كام بقول 85 اللي فيه اللي موجود عندك يبقى هتعمل zx 904 في الـ fl الأول بوينت 5 8 في 2 و 4 من 10 تطلع القيمة دي 1000 خلي بالكم من الوحدات 1258 طن سم تمام عندك الشير الشير 510 انا بعمل واحد ثلاثة عشر عشر ده صامل ده بسميت انا محتاج اجيب القوة اللي موجودة على الفلانج والقوة اللي موجودة على ايه؟ على الوريد أرسل لكم الكاميرا إيه؟ عندك الكاميرا السرنجة بتاعتها هربطها من فوق المسمارين هربطها من فوق البتين ومن تحت ده شكل ايه؟ الكاميرا بتاعتي. انا دلوقتي اللي عاوزه عاوز اجيب القوه المقسمه على ايه؟ على الفلانج من فوق، قلنا بطريقه الابروكسيميت الـ N فلانج هتساوي الـ MX اللي لسه جايبها من شويه اللي هي 1258 طبعا ما اقدرش اقول فيها لان هي اصلا طن سنتي اقسمها على الـ H التوتال اللي هي كام؟ 40 ناقص التي فلانج اللي هي 1.35 تطلع القيمه دي طبعا زائد
عندك ده انت الانسرجي دي كتير مومنت تمام ده بقى معايا في الاعتبار صار غلط. طيب انا بالك المومنت ده ممكن مثلا يكون بيعمل كده او بيعمل كده فانت خد الكريت ماشي انت عندك او مش فارق معايا اصلا لان انا عندي النورما فورس بتاثر كده حتى لو المومنت اللي اثر كده اكيد هاخد الحاله كريت كده يعني عشان نجيبها عليها على طول هجمع عندي اربعه على الاثنين سوى كم كم دي بقى هتساوي 34 ونص طب ماشي كده جبت الكوره الموجوده اهي على المسامير تروح تيجي بقى ار سنجل شيت او ار دبل شيت انت مسلم مسماري او مسلم بالاثنين بتساوي 2 اللي هم عدد الايه المستويات في بوينت 2 في 10 تساوي 10 تساوي 10 البريك تايم يا بوينت 2 في 10 في بوينت 7 5 في بار على 4 في 2 تربيع خلال جسدها المسامير 22 هتساوي كام وكام دي؟ تساوي 9 بوينت 4 2 طب طب الار كبير هتساوي بوينت 8 في الاصابه في اللي هي 3 و6 من 10 في كام؟ في جزء المسمار اللي هو 2 في ارتفاع البليت المفروض دلوقتي اقارن البليتين اللي فوق مع البليت اللي تحت انا هفترض ان البليتين اللي فوق دول مجموع دول اصغر من ده تمام او اصغر اكبر من ده فانا هاخد التخانه بتاعت البتاع ده ولو طلعت غير كده ارجع تشيك تاني التخانه بتاعت الفرنج اللي فوق قد ايه؟ 1.35 هتساوي كام؟ هتساوي 7.7 8 طن يبقى الار بيست هتساوي الار بيرنج هتساوي 7.7 8 طن تمام؟ عدد المسامير اللي بتاع المسمار هيساوي 34.5 نضربها في 1.15% كزياده في ناس تقول لك ممكن عشان مثلا يروح السوشيال ميديا عشان الحاجات بتاعتك بتنفس في الموقع المسامير مش ضامن جودتها مع ان في وصلات كتير بتنفس في موقع مسامير ما هضربهاش في 1.15% بس هي بس الناس بتضربها في 1.15% ماشي جرت العاده يعني في ناس ما بتضربهاش بس هضربها في 1.15% على الارنيس اللي هي 7 كنت 7 8 تساوي 5 كنت 0.6 هقربها لكام؟ ل6 فولتس خلي بالك بقى ان انت لازم يطلع لك رقم زوجي يعني حتى لو قرر الرقم ده مسك على 4 وانت حاجه تقربها ل6 ليه؟ لان انت هتشوف برص المسامير انت عندك ده قطع هتبدا تحط الليتين فوق مثلا من الاول للاخر البليت هنا تحت لحد قبل الكيرف خلي بالك وهنا يعني جدا لسه احسن من البليت بتاعتها قد ايه والبليت ده برضه وادي بليت وادي بليت والبليت ده كده فانت هتحط هنا مسمار هنا مسمار هنا مسمار هنا مسمار فانت الست لازم تبقى رقم زوج عشان تقسم يعني الست ده تراس كده ثلاث مسامير 1 2 3 1 2 3 فاهمين؟ طيب يبقى كده خلاص طلعت عدد المسامير بتاعك طبعا عشان اعرف استخدم البريد ده كده لازم اتاكد ان العرض بتاعه ده ينفع يدخل في المسمار تمام اعرف ده ازاي جيب العرض بتاع البريد ده عرض البريد ده هنسميه مثلا بي داش يبقى البي داش ده بيساوي اول حاجه 18 ناقص التي في التي ويب اللي هي بوينت 8 6 ناقص 2 في الكيرفتشر اللي هم 2 في الدخانه بتاعت الثلاجه 1.35 تطلع كام؟ نعم هو مش كنا بنقول عدد المسامير اللي بيطلع بتاع جنب واحد؟ ايوه بتاع جنب واحد 6 6 هو بيقول 3 في 2 بس هو ده هو ده جنب اه البلان بتاع ده مش كده دول 3 اهو او 6 دول برضه 6 جنب واحد خدت بالك؟ حد يسال كام حسبه دي؟ كان معاه مش عارف على الاثنين معلش دي هتطلع 7 وانت 2 2 طبعا اقربها للاصغر تمام احنا ممكن ناخدها كام انا هنا مش محتاج اكتر من 6 تمام لان انا عندي بس دي اهم حاجه عندي تبقى اكبر منها وتساوي 3 الفاي عشان 1 ونص الفاي يمين 1 ونص الفاي شمال المسمار بتاعي فانت محتاج 6 سم من الاخر اللي هي 2 قطر المسمار في 3 يبقى 6 سم فانا اخدها خد البي داش 7 6 سم ليه؟ خدها 6 سم خد اللي على قدها بالظبط يبقى انا هاخد دي 6 سم ودي 6 سم اهم حاجه اتاكدت من ده كده ان هي كده كده انها تقدر تتحمل حتى لو مسمار
والجنب الثاني ايه؟ 6 سم. ماشي؟ فكده رصنا عدد المسامير. حاجه ثانيه اللي عاوز اعملها دلوقتي هتشيك ان خلاص خلاص كده مسامير. عاوز اتشيك على البليد ده. عاوز اصمم البليد ده. دلوقتي انا عندي بليدتين. البليد اللي فوق ده والبليد اللي تحت. انا دول اهم حاجه عندي ان هم يقدروا يشيلوا قوه الشد وقوه الضغط. تمام؟ قوه الشد في مكان، قوه الضغط في مكان. طيب. اول حاجه انا هصمم على الشد واتشيك على الضغط يعني هو الشد المفروض كريتيكال بالنسبه لي لان الحاله دي الضغط اللي في الاول بتاعته برضه كام 0.85 دي في زي الشد بس اختلاف الشد على الضغط ايه الارينت فانا عندي مسامير هتسبب لي مشكله الارينت فانا عندي ديزاين بليد فور فينش كود بقى الشد اللي على المسمار او الشد اللي موجود ده بيساوي كام؟ ال N tension بتساوي هما اللي لسه جايبها من فوق اللي هي 1258 على 40 ناقص 1.35 بس المره دي بقى ناقص 4 على 2 لان لو المومنت بتاعي كده او كده انا في الاخر عاوز اعرف يعني منطقي الشد بس انا عندي كل عندي ضغط ففي الحالتين هتقلل الشد يبقى القيمة ليها اللي هنا بتساوي 30.5 طن يبقى ده قوة الشد اللي عندي أنا عندي الأريا بتاعتي البليتات دي عندي بليك كده وبليك تاني هنا كده وبليك تاني اللي بقول عندي اكتب لي صح؟ عندي هنا كده فيه مسافة للمسمار مسافة للمسمار المسافه دي كده لو قطر المسمار 2 سم يبقى ده 2.2 برضه نفس الموضوع بتاعي البي دي انا عارفها 6 سم ودي 6 سم والتوتال 18 سم يبقى الاريا نت بتساوي اول حاجه خد التي بليه عامل مشترك برضه هيفضل لك كام؟ 18 ناقص 2 2.2 من 10 زائد 2 داخلية في 6 صح كده؟ ناقص معلش 6 ناقص 2.2 تطلع كام دي كلها؟ تطلع دي كلها 21.2 تبني يبقى دي الاريا بتاعتي المفروض انا عندي قوة ان تنشن على الاريا بليد او الاريا نت تبقى اقل منها بتساوي كام؟ اقل منها بتساوي 4 ما انساش اضرب في 24% انا بضرب ولا لا؟ لا ما بضربش عشان التانية كانت المسامير هي اللي بضرب فيها 15 خلي بالك في المسمار دي ما ضربش دي المفروض تبقى اقل منها بتساوي 0.58 الافيد عندك الان تنشن 30.5 على الاريا نت اللي هي 21.2 خلي بالك بتساوي 1.4 لان الديفليت اكبر منها بتساوي 1.03 قربها لاقرب رقم زوجي 1.2 سم تمام؟ مش محتاج بقى تعمل تشيك على الكومبريشن لان اكيد هيطلع سيف. فيها مشكلة لحد دلوقتي؟ خلي بالك انا بشرح لكم طريقة الابروكسيميت، طريقة الاكزاكت انا ما بعرفش اشرحها لان انا هقول لكم بس ايه اللي هيختلف في الزمن الجاي مش هصمم هي انا جبت قوة هقسمها على الار ليست برضه جبت عدد مسامير. هنا نفس الموضوع على فكره نفس الشغل بالظبط هي فكره بس ازاي تجيب القوه ندخل بقى على الويب الويب عندنا كنا في قوه كده مثلا قفله وهو طلع او العكس مش فارق معايا في الجهاز خالص انت بقى افرض انا هنا فرضت مثلا في المساله بتاعتي فرضت ثلاث مسامير بس اهم حاجه وانت بتفرض تبقى عارف ان الارتفاع ده هيكفي ان انت تحط ولا لا فالاول جيب الارتفاع ده اتش داش ده يبقى اتش داش ده على طول ماشي هو ممكن يبقى اقل من او يساوي اهم حاجه 40 ناقص 4 بتيجي زي الجزئيه 1.35 هيطلع رقم معين انا واخده هنا في المساله دي 20 يعني اقل من الرقم اللي هيطلع اصلا يبقى تيك مثلا اتش داش هتساوي 20 سم تاني في الامتحان اللي فات كان عاطيني عدد سبلايس بكل الابعاد كنت مجرد بس انا اللي تشيل عليه تمام؟ ده عادي
نحط هنا ثلاث مسامير دي مسافات كده 4 6 6 4 مسافة الأفقي أخد دي 4 وكده كلها دي كده 8 دي كده 4 تبقى كده 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 موفي هنا 6 موفي هنا 6 قصدي موفي هنا 4 موفي هنا 4 أنا محتاج 3 بس أنا هنا محتاج 3 فكده اللي ياخد نص الفاضي فاضل الاثنين اللي هم ممكن يبقى المسافة دي فممكن تزود المسافة دي بقى 8 تخليها 10 أنا هخليها هنا كمان براحتك طيب أنا عندي بقى القوة دي إيه؟ اللي هي قوة الكيلو عايز أنقل القوة دي للمركز بتاع المسامير عشان أجيب السرينج أكشن فأنت عندك السرينج أكشن يبقى عندك الكيو الموجود على المربوط كيو 1 تساوي الشير اللي هو كان كام؟ 10 طبعا والإم تورشن هيساوي 10 في المسافة من أول هنا كده من أول النص لغاية هنا بره أو ممكن من أول هنا كده من أول الطرف ده لغاية بره لغاية هنا اللي هي كام؟ قدر 10 في 3 يبقى 10 في 3 دي 30 طن سم أول هنا كده بنسمي من أول هنا لغاية جوه هنا لغاية هنا في المسافة بتاعتها 8 سم الفتحة دي على طول افترضها إن هي 2 سم ماشي يبقى عندك ايه ميدورشن وعندك الشير مش هتحل المساله دي بتحط في مين وانا ليه بسيب الفتحه دي لا هي فتحه طبيعيه انها تكون تبقى موجوده ليه ما بقفلهمش على بعض كاميرا وكاميرا الصح اللي انت مش متاكد مليون في المية ان هو هيجي يركب مع بعض فبسيب خلوص تمام انا اللي بسيبه اصلا لا ممكن ما اسيبوش اصلا ممكن فعلا تلزق مع بعض بس في التصميم افترض انها مسافات بعيده شويه بحيث انها ما تبقاش حاكمها على التزنيق تجاهي ما ينفعش تتزنق فتبوظ منها فاهم قصدي؟ انا شايف ان هي لو اتزنقت لو انت صممتها على ان هي فاضيه لازم تبقى فاضيه يعني هتبقى فاضيه بس لو حته بقى زايده منها ولا ناقصه منها مش هتضايقك في التركيب لكن لو انت قافلها انت فاهم بقول ايه؟ يعني انت خلاص انت حاططهم مفرده 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 على مسافه كذا من وش الكاميرا بتاعتك والبليد ده انت برضه كنت في المصنع جايبه بيه بحيث ان انت تبقى سايب براح للتركيب جت هي بقى زايدة حته ناقص حته هترجع غير لما انت تبقى قافلها بالظبط وجايب البريد متحكم بالظبط ما تركبش فاهم قصدي؟ ماشي بس انا شايف ان يعني لو تركب بالظبط مع بعض بيبقى السيفن يعني اقوى اقوى في التحمل يعني ان انا اسيب فراغ ما بينهم لا هو خلي بالك كده كده انا بقى ان القوه عن طريق البريد بتاعي مش فارق معايا اصلا الحته اللي في النص دي طبعا انا اقوى بس كده كده انا مصمم انها مش موجوده تمام فاهم قصدي؟ زي الكونكشن بتاع الشير الشير كونكشن شو كونكشن لو انا عايز مثلا اعمل كده ماشي ورحت مثلا هنا ورحت عامل كده بليد عملت ايه؟ لحمته بس ثاني وجيت الكاميرا الثانويه اللي هتركب على العمود ده بدأتها من اول هنا نزلتها شويه دي الكاميرا بتاعتك اللي جايه الوجه بس هو اللي داخل في الجزء ده ده بيحصل وتلاحظ التفصيله بتاعتها كده مع اني لو كانت قريبه فعلا كان هتمسك شويه كل حاجه بس انا اصلا مش ناقل غير الشير فيها فما يهمنيش ان هي تبقى قريبه الواحد سم اللي بسيبه ده مش تركيب ممكن يحصل اي حاجه تمام ممكن غلط نفسه من تركيب العمود ده يبقى مايل سنه لو مايل سنه وانت مقفلها مش هتركب فبسيب البراح ده شويه انت قصدي؟ دلوقتي بقى محتاج تجيب ايه؟ عشان تحل مساله عليها شير ويم تورشن محتاج تروح تجيب سميشن اكس تربيع زائد واي تربيع للمسامير دي سميشن اكس تربيع واي تربيع دي سهله خالص 2 في 6 تربيع هتساوي كام؟ هتساوي 72 سنتيمتر تربيع انسوا ده بقى؟ لا عادي عشان اجيب بس القوه الاكس جامد فانت عندك التورشن ده هجيب لك قوه هنا اكس وعندك الشير اعملك شير واي فالمفروض انت عندك وقت كيو واي على المسمار الواحد هتساوي كام كيو واي فولت هتساوي 10 على 3 هتساوي 3 كون 3 3 طن والشير اكس على المسمار هيساوي الام توشن اللي هي 30 في المسافه اللي فوق اللي هي 6 على 72 تطلع 3 كون 3 5 المفروض تجيب الار بتساوي الجزء التربيع ده تربيع زائد ده تربيع اللي هي 3 كون 3 3 تربيع زائد 3 كون 3 5 تربيع
الدوكيومنت هتساوي 3 و 5.1 طن. تكررها بكام؟ بالارليست. مش المفروض ان انا بقفل من ورا قدام؟ ايوه. المفروض العش ده مش ممكن اقسمها على اثنين؟ يعني بديت من ورا. ما انا هنا اهو بعد ما جبت القوه دي على المصور، ده القوه اللي جايه ايه؟ على المصور واحد، هقارنها بالدبل شيت. اللي هو كده 3، يعني كان في 3 ورا و3 قدام، يعني هنفرق. مش 3، المسمار ده داخل لجوه عامل كده، انا عندي تبديل اهو. هو مسمار واحد. في اللي جنب التاني. طب انا الحته دي اللي بتلخبطكم في الامتحانات، ده اللي خدت بالي منه. ان ناس كثيره بتيجي اسمع، يعني تقسم ليه؟ ماشي انا بحاسب لو هو عامل على السنجل شير ماشي. لكن بيقسم هو كامل على الدبل شير. لو جبت التين بس هو المسمار بتاعه من الاول. هو في الاخر مسمار واحد، مش مسمارين. تمام؟ بس عبارة ده المفروض يبقى اقل من ار دي اس اللي لسه اصلا كنت جايبها من شويه. اللي هي 7.78 يبقى ايه تاني؟ 6. ده بالنسبه ليه؟ للمسافه. فاهم كده في المسامير؟ البريك الموضوع بتاعه سهل برضه. 5. عندك امبريشن رقم كده في فتحه ثانيه ثالثه صح كده، وعليه البليت ده المفروض يقول عليه عليه شير سير الشيطان، وعليه ام هيبقى مش امدوشن امدوشن على المسامير، لكن على البليت ام اكس عادي خالص. تمام؟ مربوع بليتين بليت واحد. في الحاله دي بقى يا باشمهندس ممكن افترض ان انت عندك بريت واحد بس تاخد نص القوه. لان انت دلوقتي بتصمم بريت وبريت، فانت ممكن تفترض ان انت عندك بريت واحد وتاخد نص القوه، يبقى الشير اللي موجود على البريت الواحد 5 طن، والام اكس اللي موجود على البريت الواحد اللي 30 هتبقى 15 طن طن سم. هتعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت ممكن تعمل نجلكت، يعني ده كده حل سريع. طبعا الحل الصح انك تيجي واحد المساحات دي ومطرحها وجايب الاي اكس الاكزاكت كل حاجه، ممكن تقول ان الهوريز الموجوده دي تشيلها على طول بقى. الكيوب بيتسال اللي هي الكيوب الاستريس، يعني 5 على الاريا بتاع البريك ده. تمام؟ بس خلي بالك هنا الاستريس ده هيبقى شكله عامل كده، هو زي الشير اكس، فانا اضرب 5 في 1.5 على الاريا بتاعت البريك اللي هي خلاص لسه ما اعرفهاش، المفروض نعملها تشوك. لان انا هنا بتشيك على حاجتين، شير وتشيك على مول، فالمفروض افرض الاول وبعد كده اشيك. نفرض مثلا 1 سم. تيب ليه بتساوي 1 سم. طبعا خطر يبقى كبير، ممكن تاخدها بوينت 8 فعلا او حاجه يعني. يبقى عندك واحد في الارتفاع اللي هو 20 هتساوي كام؟ هتقعد هنا بوينت 8 اظن بقى عشان هتطول من فين. هتساوي 0.69 طن على سنتيمتر مربع اقل من 0.35 تسجيل يبقى سيتا. ماشي؟ عندنا اف او اي اكس بقى، المفروض اروح اجيب اي اكس للقطاع ده، هتساوي الدخانه اللي هي 0.8 في الارتفاع التوتال اللي هو 20 × 3 × 12 هيطلع رقم. الرقم ده هروح اجيب بقى اف اكشوال اللي موجود على القطاع ده، القطاع ده المفروض عليه نورمال الفريش بتاع كده. ودي فاكتور هتساوي الام اكس اللي هي 15 في الواي اللي فوق اللي هي 10 على اي اكس اللي لسه جايبها دلوقتي، هيطلع رقم المفروض يبقى اقل منها ويساوي 0.58 من الاف تي. هي خلال مسألة ما فيهاش جديد، يعني مسألة شبه كل المسائل اللي درسناها كده، بس عطانا اسم جديد اسمه سبلايز بس كده، هي مسألة نفس المسائل شير ومومنت وكل الكلام ده. ده بالنسبة للطريقة الايه؟ المفهومين. طلع لك زي كل الفرق انك هتجيب المومنت ازاي ومشي ازاي، وليه احنا لسه قايلين اصلا من شويه. بس ممكن نكتب القوانين بتاعته برضه. والارقام. انت عندك كل ال ار سي جي، ار سي جي. ان فلانج هتساوي اول لما تروح تجيب ان ولا حاجه تروح تجيب الاريا فلانج. كلام كتير ده. أول حاجة الاريا فلانج بتساوي إيه؟ عرض الفلانج اللي هو 18 في 1.35
اي سيل. اريا توتال المفروض تعرفها من الخصائص بتاعة القطاع. تساوي 84.5 سنتيمتر مربع. والاريا فلانش تساوي 47.5 على كوبر كيلو. كم؟ 23.75 سنتيمتر مربع. تمام؟ قلنا الاريا فلانج والاريا توتال. بعد كده محتاج اجيب الاي اكس ويب مثلا هيساوي الارتفاع ده كده محتاج اجيبه ده ارتفاعنا ولا لا بقت هنا هيساوي 40 ناقص 2 تي فلانج. هو هيساوي كام؟ 40 ناقص 1.5 2 1.5 2 بكتير بوينت 7 كام بوينت 7 ناقص 40 تفضل لي 37 في بوينت 8 6 بس 3/12 جبت القيمة دي اقدر اجيب منها الاي اكس بتاع الفلانج هتساوي الاي اكس توتال الموجود عندك في الدور اليوم اللي بيداول ناقص الاي اكس ويب جبت القيمة دي. كل اللي عليك مثلا هتروح تجيب ان فلانج هتساوي لان اللي عندك التوتال اللي هي 4 زي او 4 في الاريا فلانج 23.75 على الاريا توتال اللي هي 84.5 زائد المرة بقى الـ MX بتاع الفرنج بتساوي الـ M توتال اللي عندك اللي انت جايبه اللي هي 1258 في الـ YX بتاع الفرنج المفروض عندي على الـ YX توتال كده جبت المومنت اروح اقسمه على ايه؟ على ذراع العزم اللي هو H ناقص T فرنج كده جبت الـ N-Flash وابدأ أطبق الـ N-Flash وما فيش أي مشكلة في الويب. الويب من تلك كده عندك الشير ما فيش أي حاجة كل اللي هيزيد بس إن الـ M-Torsion هتساوي الشير في المسافة اللي هي دي نفس اللي انت جابه بالظبط اللي هي 10 في 3 زائد المرة دي بقى MX اللي عندك اللي هي 1258 في المسافة أو في الـ I-Web على الـ I خلصت المساله بتاعتك يبقى عندك الميتوشن دي اهو وكيو هي اهي هنخش التيسير ده ليه لو بتاع الميتوشن المومنت لا هنا انا بقول لك الطريقه دي المفروض انا بعتبر ان المومنت كله راح للفرنجات فبشيل المسامير اللي فوق بزود المسامير اللي فوق على حساب ايه انت اعتبرت ان هو اتحول لنورمال وبس خلاص كله اعتبرت ان هو اتحول لنورمال فوق فوق وتحت بس اكن الويب مش شايل اي حاجه مع ان الحقيقه هو مش شايل. هل لو انت راسس مامت حاجه ابو سميه الرهار مش نهار ليه انت قصرت كده لا احنا قاعدين بناخدها من اول وليه قال ايوه بص انا هتلاقي مش اللي نمشي بتاعته مش كبيره يعني حوالي سوس حوالي سوس ماشي بس انا ده بس طبعا برضه عشان عرفنا بالحاجه اللي ربنا تيجي لبرضه انا مش عارف اللي بقى ليه دلوقتي ما جايب القوه ما فيهاش اي مشكله نفترض بقى اللي جالك بدل الفولتج جاب لك ولد هيحصل فيها حاجه انت عندك قطاع اهو ده مثلا الشكل بتاع القمر المفروض المقطوع هي دي اللي هي الفرنجة انت المفروض بتيجي جايب ايه؟ بليد طبعا البليد اللي هيجيبه المرات لازم يكون اكبر من او اصغر من السكريس العرض بتاع الفرنج ليه؟ عشان اقدر الحمل يا اما اجيبه صغير عشان اعرف الحم هنا كده والحم هنا كده صح ولا غلط؟ تمام؟ كل الفكره اللي هعملها هعمل ايه؟ بعد اجيب القوه دي كده انا عاوز اجيب مثلا سكس بتاع اللحام ده او طول اللحام افرض الاول سكس اللحام واقسم القوه اللي عندي على انا عاوز اجيب ال ويل دوم هسيبه البي اللي عندي على بوينت 2 في الاف التيميت في كام؟ في السويد اللي موجود عندك فعلى خطوط اللحام اتنين لو عندك حط كمان بليتين تاني تحت هنلاقي البليتين اللي تحت دول بيتلحموا باربع اربعه تمام انت عندك الجديد هلحمه من هنا ده صغر بقى كده شويه وادخل جوه هلحم من هنا وهلحم من هنا
ورحم من هنا بقى عندك 6 خطوط لحاجه. بس في العادي في حاله الولد بنعمل بيلد بس لفوق ده برضه ادخله عشان اعرف الحمص صح؟ يا اما ادخله يا اما اطلعه بره عشان اتحمل هنا كده. يا ليه مش فاهم مشكله؟ ايه ده؟ البليد كبرته انا عملت كده. القطاع بتاع الكاميرا خليه يتم بتاعك عشان اعرف هنا تحت. هو ده تبقى الحان مش مسامين. تمام؟ طيب في حالة الوجه نفس الموضوع بالظبط. انا عندي الوجه اللحام بتاعي مش بعمل كده اللب بتاعي الحم هنا كده ولحم هنا ولحم هنا ولحم هنا. انت برضه لو بتفترض المفروض بعد ما لحمت كده تروح تجيب السي جي في مكانه تنقل القوه للسي جي وتحل الويند على خطك انك عندك سي كده وعندك هنا وشوف بقى الاستريس اللي موجود مثلا على النقطه الكريتيكال فيهم وتشتغل كده مثلا عليها خالص ماشي. اللي فوق ده كان فلانجات كانت انت عامل خطوط راسيه ده فلانج. انا ده اللي رسمه ده بلان لكن بص كامل ده بلان ده هناك ولا سيك بلان مش الفيجن. لا لا ماشي هنا بلحق هنا كده ده كده الاليفيشن ده الاليفيشن تمام عشان المره لو جولت ما يبقاش فيها مشكله. نفس الفكره بس كده. طب ما تجيش بالعكس اللي هو انت بالكباسيتي هو ده اللي هو المفروض ما تجيش بالعكس عشان انت اصلا بتصمم الديسبلايس على الكباسيتي بتاعك طبعا. تمام بس افرض جنب العكس جاب لك شويه مسامير وقال لك جيب الكراسي بتاعك. طب ما انت عندك المسامير اللي فوق بس في الحاله دي فانا هشتغل ابروكسيميشن. تمام او برضه ممكن اشتغل اكشوال خلي بالك هيتم هقول لك دلوقتي ده احنا بنفكر مع بعض. وايه اللي قال الجبلر ده هو مش بيوقفش هي دي ولا بتاع الفيكسيك؟ لا بتاع الفيكسيك ده مختلف عن الفيكسيك هي دي بس عرفك ان انت هتعمل ازاي انا بتعرف ان هو شيء سيستم التحليل. يكون مثلا لو عندك كده كاميرا ما بيحبش جدا كتير اي حاجه صغيره خالص. قال لك هو بقى قطعها لك كده وقال لك ان عدد المسامير مثلا كذا فوق وتحت وقال لك ان انا حللها مثلا اكزاكت عادي خالص. تروح تجيب المسامير دي تقدر تشيلها قد القوه تقدر تجيبها ولا لا؟ تقدر تجيبها بعد ما جبت القوه تيجي ضارب في ذراع العشره بعد كده جبت الام فلانج الاكزاكت تمام اكشوال اكشوال تمام. المهم الاكزاكت يعني مساله اكزاكت طب عاوز تجيب الام توتال هتساوي عندك بقى الام الاي اكس توتال بتاع كله على الاي اكس بتاع الفلانج في الام فلانج العكس تمام كده هيبقى جبت الايه؟ الام توتال يعني الام فلانج بتساوي الاي اكس فلانج على الاي اكس توتال في الام توتال انا عاوزك انت ماشي فضربت في دي قسمتها على ماشي. طيب ده في حاله الاكزاكت. طب لو على طول هو قال لك عم بتسمي يبقى الام اللي انت جبته من هنا هو الام اللي تقدر تستعملها في القطاع يبقى هي الكباسيتي على طول. تمام الشيء نفس الموضوع انت عامل برضه مسامير ايه انت كل حاجه تبقى عندك كيو هي المجهوله وعندك المسامير معلومه وكله اكيد المسدات كلها معلومه هتخلي كل حاجه مجهوله في الكيو والكبر. نروح نروح نقفل بقى نروح نقفل بقى